أفوه كل مرات خون، خاطر ثماش راجل يستحق راه، خاطر الراجل 24 يخون. أنت تخون راجلك ولا نار آخر لو فرضهم مش لاهي بيك؟ كي يستاهل نخونه، مالا يعطيك الصحة. أي كي يستاهل نخونه. برافو. كي يخوني براس المرة براس ألف مرة نخون أنا، نوريه عملته. باش راجلك ما يغزر عليك حتى امراه اخرى، شنو تعمل له؟ نلبس له، يغزرني نلبس له، نلبس له. تلبس له؟ نلبس له الحاجات اللي يحبها هو. كيفاش يقولوها المثل المصري؟ يقولوا يا مأمنة الرقاء يا مأمنة المية. لا نحكي لك هذاك مثل يقول لك الرجال والزمان ما فيهمش ماء، الرجل حتى يطلع بعينيه يخون، توا يمشي هو ومرته يخون فيها بعينيه. أبار النوامر نتاع التليفونات وال يخدم تتلهي بالصغار، متولي بيه زادة تمكياج له. ها؟ مراته نسيت تمكياج راجلها؟ أي تمكياج له. دار؟ أي نعم، هو الراجل راهو من طبعه. من طبعه خائن. خائن. بطالة. بطل ديزولي ما ناخذكش راجل. لا 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 زوالي زوالي يخدم المرمى، اخدم المرمى، اخدم سيرفير في قهوة، اخدم المرمى. ما شكون يخون أكثر، الراجل ولا المرأة؟ بصراحة الراجل يخون معروف، شكون يخون أكثر؟ الراجل يخون أكثر، الراجل حتى يطلع بعينيه يخون، توا يمشي هو ومرته يخون فيها بعينيه. أبار النوامر نتاع التليفونات وال يخون الرجل يخون أكثر. والمرأة ملايكة؟ لا ما قلتش المرأة ملايكة، المرأة تخون زيادة، أما مش بالنيفو نتاع الرجل، ديما نيفو الرجل أقوى. مادام الرجل يخون برشا، باهي حسب ما قلت لي أنت يخون برشا، هو يخون مع شكون؟ يخون في مرته مع شكون؟ ما هو مع مرأة أخرى ولا؟ بالطبيعة. هي هنا قلنا المرأة تخون، أما مش بالنيفو. شوف هو سامحني، أنت هكا عطيته السؤال هذا. تهو يخون مع امراه اخرى هكا ولا في النهار؟ شوف قداش المره يخون، شوف معك قداش المراه وقداش المره، يعني يخون برشا. فهمني كيفاش؟ تو انت عندك مرتك، ما تولها بمرتك ويزي سي بون. شنو اللي يخلي راجل يخون مرته معك؟ والله ما فهميش، المراه مسكينه مززيه ماشيه الكل تخدم تتلهي بالصغار، متولهي بيه زاده تمكياج له. ها؟ المراه تنسي تمكياج راجلها؟ اي تمكياج له. الدار؟ اي نعم، ونسيت وينسى. راهو ايش نقول لك باللي تحطها كل ديما راهي مزيانه المراه التونسيه. الشيء هذا واضح، نشوف فيه مراه تونسيه مزيانه وما شاء الله عليك. ما شاء الله عليها. اما نحكي لك برا، شوف الرياف بنت ريف وكل، وشوفها محليها وحليلتها ومزيانه. المراه هوني ما تحملش زاده مسؤوليه كي راجلها يخونها، يمكن خاطر مش قايمه بواجبها معاه، مش لاهيه بيه، مش حاسس فيه بوجوده معناتها ولا؟ نو غلط. نو المراه كافيه كل شيء، الراجل هو اللي يحب يخوه. حتى الراجل كان جاي محترم صار عنده حاجة اسمها احترام وعشرة كما كنا نحكي فيها، راه ما يخونش. أما هو ما عندوش الاحترام، هو الراجل راه من طبعه، من طبعه خائن. خائن. والمرأة؟ كيفاش يقولوها المثل المصري؟ يقولوا يا مأمنة الرقاء يا مأمنة المية. لا نحكي لك هذاك مثل يقول لك الرجال والزمان ما فيهمش ماء. نساء والزمان بشوية. مامين ولا؟ والله المثل جاي رجال والزمان، ما جايش نساء والزمان. إذا رجال يصنعون تاريخ، ما ننسى شنو يصنع؟ تعمل المعجزات، هاي قالتها لك. المرأة شو تصنع؟ المرأة تعمل المعجزات، هاني قالت لك. أعطيني معجزة عملتها مرأة تونسية. معجزة لازم تكون وراه مرأة. ها قالت لك، أوكي سي بون هكايا. شنو هي العيشة بلاش أمك؟ شنو هي العيشة بلاش أختك؟ أي المرأة، يعني مش نوريك شنو هي قوة المرأة. تنجم تعيش من غير راجل ولا؟ والله ايش نقول لك، تنجم تعيش بلاش الراجل. المراه تنجم تعيش من غير راجل؟ تنجم تعيش. انا موضوع الخيانه الزوجيه شكون يخون اكثر، المراه ولا الراجل؟ انت قلت لي الراجل يخون اكثر من طبعه خائن، واحنا نساء ملايكه ما نخونوش، لا نخبشوا ولا ندبشوا. هذا هنا برافو كل مرأة تخون، خاطر ما ثماش راجل يستحق راه. والله نقول لك. لا لا مش راجل يستحق. لا خاطر الراجل 24 يخون. سامحني انت تخون راجلك ولا نار اخر لو فرضهم مش لاهي بيك؟ قول له خون.
كي يستاهل نخونو. اش ماله يعطيك الصحه. اي كي يستاهل نخونو. برافو. كي خوني براس المره براس الف مره نخون انا نوريه عملته ما يسالش. يرا عملته ما يسالش. يرا عملته. انت تخون وشماته. تخون وشماته. مش شماته انا ما نخونش. كي خون هو وبشماته. اي وانت تمشي تخوني يا زباه. فما خيانه بشماته وخيانه مش بشماته. خانك خانك تمشي تخونه ولا لا؟ هكاكا 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 نخونو باهية. ما طلقوا خير ما تخونو. لا نوري عملته ما يسالش يشوف. طلقوا علاش تخونو؟ لا لا سامحني. لا نوري عملته. نحب نشوف عملته بعينيه. بنت لصل راهي ما تعملش وما ترضاش بالشيء هذايا. وبرشا نساء في تونس راهم بالرسمي تمرمدوا على الحكايات هذوما. وثم اللي صبرت ورجعت من بعد العنف ومن بعد التمرميد ومن بعد كل شيء ترجع وما تخونش. اما توا اني قلت لك انا برافو لكل امراه تخون. برافو. اي برافو. برافو لكل امراه تخون راجلها خاطر ما ثماش راجل يستحق. ما ثماش امراه تستحق. لا لا المراه تستحق. امراه تونسيه تحب الماديات ولا تحب الفلوس ولا؟ والله والله كي تلقى لهنا لهنا ما تتضربش تاكل ما يسالش اللي كتب. علاش مش تخون؟ علاش مش تخون؟ علاش مش تعمل السبب هي؟ بعد هي لاقيه لهنا مش لاقيه العنف. تلقى اللي كتب من ربي تاكل. في بالك وصلنا لحد الان مليون امراه عانس ولا؟ من خلال معيشه. لا مش خاطر تقوموا تتشرطوا برشا تحبوا صيغه بيضه وصفراء وخضراء. نو نو ها انت تعرف اسمعني تعرف المراه التونسيه اكل الزواليه ترضى ترضى ثم هكا وثم هكا. خلينا فيك انت لو فرضنا ترقى واحد بوغوس ومزيان على الاخر اما لا غالب زوالي ويحبك يقول لك بنت عمي نعيش وكيكه مكتب ربي في دار امي ونجيبوا صغيرات وربي يحلها معناتها. مرحبا فازي فازي مرحبا. ياخذوه. ليه مرحبا برسمي مرحبا. ما ياخذوا علاش ليه؟ زوالي ما عندوش فلوس. ضربش يوكل اللي كتب مرحبا. هاني لهني. هاني معاه انت بنتصر وتقفل معاه. يحترم فهمني ولا ايه؟ مرحبا مرحبا برسمي مرحبا. مواصفات فتاه احلامك شنو؟ مواصفات وعادي محترم هكا هكا وعادي. خدمته. خدمته بتبيع. ربته. يا سيدي يخدم حتى بني يجي مرحبا بيه. دخلت عليه يرقد على مليون زملين في الشهر. بطالة بطالة. بطال ديزولي ما ناخذك شراجل. لا 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 زويلي زويلي يخدم المرمى. اخدم المرمى. اخدم سيرفير في قهوة. اخدم المرمى. باش راجلك ما يخسر عليك حتى امرأة أخرى شو ما تعمل له؟ نلبس له يلزمني نلبس له نلبس له نلبس له نلبس له الحاجات اللي يحبها هو. شنو يحب هو؟ نلبس له روبة. برافو كل امرأة تخون خاطر ما ثماش راجل يستحق راه خاطر الراجل 24 يخون. تخون راجلك ولا نهار اخر لو فرضنا هو مش لاهي بيك؟ كي يستاهل نخونو. اش ماله يعطيك الصحه. اي كي يستاهل نخونو. برافو. كي خوني براس المره براس الف مره نخون انا نوريه عملته. باش راجلك ما يخسر عليك حتى امراه اخرى شو ما تعمل له؟ نلبس له يلزمني نلبس له نلبس له نلبس له نلبس له الحاجات اللي يحبها هو.